تعال نخش على مسألة هي فيها شبه من المسألة اللي احنا خدناها في الحلقة اللي فاتت، بس فيها شوية تغيرات. مسألة بتقول لي عند تبريد هواء حالته 30 درجة حرارة درجة مئوية جافة و25 درجة حرارة رطبة، ماشي، يعني انت كده تقدر تجيب النقطة دي على الخريطة، ماشي اوكي، بواسطة مبادل حراري غير معلوم درجة حرارته، ماشي، وكان الهواء الخارج عند 19 درجة مئوية ورطوبة نسبية 90%، يبقى كده جاب لك قبل وبعد، ماشي، ده كده سهل شوية لحد دلوقتي. المطلوب تحديد درجة حرارة سطح المبادل الحراري، درجة حرارة سطحه بقى نجيبها ازاي؟ ماشي، ومعدل تكثيف المية، وقدرة ملف التبريد بالطن التبريدي، وكفاءة ملف التبريد، مع العلم ان معدل السريان جابوا لك بقى 3600 كيلو جرام على الساعة، بس خلي بالك دي تحولها لثانية. تعالى كده مع بعض بقى نشوف نحلها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على افضل خلق سيدنا محمد على افضل الصلاة والسلام. مسألة سهلة بس على كده نفكها مع بعض. اول حاجة جايب لك حالة الهواء قبل ما يعدي على المبادل الحراري، كان 30 درجة حرارة جافة و25 رطب، تمام، بعد كده وصل ل19 جافة ورطوبة نسبية 90%. المطلوب تحديد درجة الحرارة بتاع سطح المبادل، ماشي، ايه المعطى تاني هنا؟ معدل السريان 3600 كيلو جرام بير سكند، تمام، طبعا عشان تجيبها بالثانية هتقسم على 60 في 60، وبالتالي هتطلع لك معدل السريان هيبقى 1 كيلو جرام بير سكند. عايز ايه بقى؟ عايز تحديد درجة حرارة سطح المبادل الحراري، معدل تكثيف المية، قدرة الملف بالطن التبريدي، وكفاءة ملف التبريد. طب تعالى كده نخش على الخريطة ونبتدي نجتهد فيها، تمام، نجتهد فيها نشوف هنطلعها ازاي. طب يلا نخش كده عندك حالة الهواء قبل وبعد، سهلة جدا. قبل اللي هي نقطة رقم واحد 30 جافة و25 رطب، ادي 30 وادي 25، طلعت النقطة رقم واحد، تمام، هات النقطة رقم 2 ده انا هبرد، تمام، 19 جافة ورطوبة نسبية 90%، ادي 90% اهي اللي هو الخط ده، وبالتالي اعمل بقى خط يا معلم من 1 ل 2 لحد ما يقاطع خط التشبع ده، لما يجي يقف على نقطة دي تبقى هي دي درجة حرارة سطح الايه؟ المبادل، ادي اهي، وبالتالي كده طلعت درجة حرارة سطح المبادل اللي هي عند النقطة ايه، تمام. تمام، تعالى بقى كده، انا كده اول حاجة جبت درجة حرارة عند سطح المبادل، كمل، عايز ايه؟ طبعا عشان احل هحتاج الاتشات كلها عند واحد وعند اتنين، اخد خط كده وخط كده، تمام، تمام، وعند الايه برضو نفس الكلام اجيب الاتش، ماشي، وعايز الرطوبة الاوميجا، الرطوبة النوعية هنا وعايزها هنا، تمام، وعايز اجيب درجة حرارة السطح، قلنا وقف هنا تبقى عند 14، تمام. طب ما تجيب لي الانصلب بالمرة، الانصلب اهو، الانصلب قبل الـ40 تقريبا 39، يبقى كاتب 39. طيب تعالى كده بقى، الرطوبة النوعية او الاوميجا عنده واحد وهي وقع على 18 من 1000، يبقى كاتب 18 من 1000. طب الرطوبة النوعية عندي 2، هي بين ال 12 من 1000 و 13 من 1000، هي في النص تبقى 125 من 10000. قلنا بنكتب الرقم الصغير الأول اللي هو 12 من 1000 وأزود عليه رقم من 1 ل 9 على حسب بقى، لو في النص هم كاتب 5، ماشي. بعد كده نبص بقى كده، أجيب الإنصلبي عند النقطة 2، الإنصلبي عند النقطة 2 هنا كام؟ تقريبا حاجة و50، 51، ماشي. طيب الإنصلبي عند النقطة 1 نبص كده 75 تقريبا 77، ماشي. طيب نخش بقى على الحل، احنا كده جبنا الانصلبي، تعال نشوف نفتح ورقة ونكتب قوانيننا ونشوف هو طالب مني ايه. مجرد ان انا عملت الاتشات والاوميجا
دي الحاجات اللي انا عايزها في حل المسألة. عايز تحديد درجة حرارة سطح المبيد الحراري، هطلعناها اللي هي 14، تمام؟ ده اول طلب. او مطلوب جبناه، تاني مطلوب معدل تكثيف المية، يبقى انا بتكلم على الاوميجا 1 والاوميجا 2. ام دوت ووتر بيساوي الام دوت اير في فرق الاوميجا بين الملف قبل وبعد الملف 1 و2، تمام؟ يبقى هنا 18 من 1000 ناقص 125 من 10000، ده لان هنا الام دوت ووتر بتام 55، تمام، كيلو جرام بير سكند. طلعت لي هنا 55 من 10000 كيلو جرام بير سكند، قيمه صغيره جدا. طيب بعد كده هات لي قدره الملف بالطن التبريدي. قدره الملف يبقى انا بحتاج ان انا اجيب فرق الانصلبي قبل وبعد الملف، يبقى اللي هي كيو سي سي اللي هي الكيو كولينج كويل بيساوي الام دوت اير معدل سيار الهواء اللي احنا قلنا بواحد في فرق الانصلبي اللي بعد وقبل الملف، ماشي؟ الكبير ناقص الصغير اتش 1 ناقص اتش 2، هيبقى عندي هنا اتش 1 هيطلع ده ب 77، اتش 2 ب 51، اضربها في 1 تمام هيطلع لي 26 كيلو واط. بس هو عايزها هنا بالطن التبريد، هو مقسمها على 3.5 يديني 7.4 طن تبريد كفاءة ملف التبريد. اخر مطلوب موجود معايا اللي حصل على المفروض يحصل efficiency، الكفاءة، ايه المفروض، ايه اللي حصل؟ الانصلبي اللي بين 1 و2 المفروض يحصل الانصلبي بين ايه و1، ده يبقى بالشكل ده اتش 1 ناقص اتش 2 على اتش 1 ناقص اتش ايه، تمام؟ الارقام دي كلها موجودة معاك، اطرح واقسم. هيديني هنا 68.4% دي كفاءة ملف التبريد. وبكده نكون انتهينا من حل المسألة، مسألة بسيطة جدا وهي تكملة للمثال اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. في النهاية أشكركم جدا في رعاية الله، أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.